اللاعب الكازاخستاني إسلام ساليموف. اللاعب التركي محمد سليم أونال في الحارة التاسعة، الحارة الخارجية. استعداد للاعبين. هذا بدأ يعطي إشارة الاستعداد والاقتراب من منطقة البداية. انطلاقة صحيحة إلى حد الآن، واللاعب الأذربيجاني في الحارة الثانية زين المكري ينطلق بسرعة عالية جدا، إذا تقارب كبير جدا، وصول حقيقة يصعب تحديد أصحاب المراكز الأولى. ربما ميسكارلي زريال هو إذا المنافسة كانت قوية بين الروماني فاسيلي، هذا إذا هذا صاحب المركز الأول البريطاني، وربما كاميرات الوصول هي التي ستحدد صاحب المركز الثاني والثالث. يصعب طبعا أن نحدد أصحاب المركز الثاني والثالث، وسوف يتم تحديد ذلك من خلال كاميرات الوصول. فعلا مسابقة شديدة بين هؤلاء اللاعبين، طبعا سرعة عالية جدا وتقارب، نذكر بأن الرقم العالمي هو 10 ثواني و85 جزء من الثانية لفئة 20، و10 ثواني و46 جزء بالنسبة لفئة 13، وهي طبعا سرعة عالية جدا ل